الاتجاهات الأساسية الأربعة بالإنجليزي North TH ننطقها كحرف ثاء North North الشمال East هنا ننطق E East East الشرق South TH ننطقها كحرف ثاء وهنا نقول أو South South الجنوب West 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 الغرب The four cardinal directions are north, south, east and west. The four cardinal directions هذه كلمة في النطق البريطاني تنطق directions أما في النطق الأمريكي نقول directions بمعنى اتجاهات والمفرد هو direction اتجاه R north, south, east and west. The four cardinal directions are north, south, east and west. الاتجاهات الأساسية الأربعة هي الشمال، الجنوب، الشرق والغرب. North, East, South, West. ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا وإلى اللقاء.